التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات أيضا تستمر بهذه التحديات التي تأتي أيضا في أرضية هذا الميدان. الشوط العاشر الذي انطلق على بركة الله قبل قليل، والخاص بالإذاعة القعدان المملوكة والتي تحمل شعارات أصحاب السمو الشيوخ، حيث نتابع مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول المشير يأتي مع بداية هذه الانطلاقة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الثاني، الشبل يتواجد في المركز الثاني لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود الثاني. راشد بن عبد القادر يقوده في التضمير مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد الفارس محتلا الموقع والمركز الثالث في هذه اللحظات لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. علي بن حسين بن قرحب يتولى عملية التضمير. ننتقل إلى المركز الرابع من الجانب الآخر، هذا هو مشاهدينا الأعزاء، عزام من هجن الشحانية، سالم بن فاران المري يتولى التضمير. المركز الخامس وصل المحيط وذكريات المحيط مع هجن الشحانية، ومحمد بن خالد العطية من يقدم أيضا هذا الاسم في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير. هذه هي الخمس المراكز المتقدمة وضعناها أمام حضراتكم متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، حيث هناك تتواجد مجموعة من القعدان منطلقة في هذا الشوط بآمالها الكبيرة وآمال المضمرين أن يحققوا هذا الفوز والانتصار. نتمنى دائما من الله أن يحقق أمنيات لدى كل أيضا المضمرين ومحبين هذه الرياضة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. المشير يأتي على القعدان منطلقا على الصدارة لهجن العاصفة، وهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة غياث الهلال يقوده في التضمير. من يقود هذه الأسماء نحو الإنجازات وتحقيق البطولات الكبيرة في المحافل التراثية. الشبل يتواجد في المركز الثاني لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود الثاني. راشد بن عبد القادر يقوده في التضمير بمحاولاته الخطيرة، الشبل بمحاولاته الخطيرة لانتزاع ناموس هذا الشوط، حيث ينطلق بالانطلاق الرائع. المركز الثالث هذا هو أيضا المحيط، يتقدم من الخامس إلى الثالث. المحيط من هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يقود في التضمير، ينطلق أيضا في هذا الانطلاق. بينما من الجانب الآخر هذا هو مشاهدينا الأعزاء، عزام يتواجد من الجانب الاخر لهجن الشحانيه، سالم بن فاران المري يقوده في التضمير، خذ المركز الرابع، انتقل الى الثالث في هذه اللحظات ليكون ايضا المحيط في المركز الرابع. المركز الخامس تدخلات خطيره بانطلاقه ووجود ايضا مكفي وصل مكفي لسعاده الشيخ ناصر بن خليفه الداني. محمد بن راشد بن محمد المري يقوده في التضمير، ينطلق ايضا بهذا الانطلاق والابداع الكبير بوجوده ضمن الخمس المراكز المتقدمة. انتصفنا 6 كيلومترات، يعني قطعنا 3 والمتبقي 3 كيلومترات، ولكن تكون أصعب 3 كيلومترات المتبقية حينما ينطلق الكل بحثا أيضا جادا لكلمة الناموس وتحقيق أيضا المركز الأول في هذا الانطلاق. هذا هو المشير يأتي على مقدمة هذا الشوط، ينطلق بالمركز الأول من هجن العاصفة، غياث الهلالي يقوده في التضمير، ينطلق بصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الشبل محاولاته مستمرة وجادة لتحقيق كلمة الناموس. الله الشبل لسعادة شيخ محمد بن خليفة بن سعود الثاني. راشد عبد القادر يقوده في التضمير، ينطلق أيضا في هذا الانطلاق. بينما التدخلات خطيرة، بال الخطر وظهر من الجانب الآخر، حيث يتواجد المحيط ليلتهم ناموس هذا الشوط. هذا هو المحيط، يتواجد في المركز الثالث من هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية. مكفي وصلت أيضا الرياسة، وصل أيضا كساب خطير يا أخواني، هذا اللي تدخل في هذه اللحظات لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبقيادة عيسى بن سعيد الخيالي. وصل مضمر الحذرة، وصل مضمر الأسواء الكبيرة والعملاقة التي نالت على شرف أيضا الذهب في المحافل التراثية. هنا يقدم كساب في هذا الانطلاق الرائع والجميل. الله
الله يا سلام. ولكن المقدمة المشير ما زال على مقدمة هذا الشوط من هجن العاصفة. غياث الهلالي يقود في التغمير، ينطلق بالمركز الأول، كساف المركز الثاني من هجلة الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيالي. وصلت هجن الشحانية، تقدمت أيضا مع وجود مشاهدين الأعزاء، عزم عليهم عزام لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، يتقدم بالمركز الثالث حيث تجتمع الثلاث المؤسسات في هذا الشوط بوجود ثلاثة أسماء هنا من خلال هذا الانطلاق، المشير وكساب، وهنا أيضا عزام. الموقف خطير. الله يا سلام، بدأ العد التنازلي للأمتار المتبقية على نهاية هذا الشوط. بدأ العد التنازلي للانطلاق نحو كلمة الناموس، هجن العاصفة، هجن الرئاسة، هجن الشحانية. الالتفاف الأخير، 1200 لوحة التنبيه والتحذير بالمسافة المتبقية. هنا أيضا يتواجد المشير على الصدارة من هجن العاصفة، غياث الهلالي، كساف المركز الثاني من هجن الرئاسة، عيسى بن سعيد الخيالي المركز الثالث. تدخل مصوب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة يتقدم، وميهاب، وصل ميهاب في المركز الرابع لهجن العاصفة، غياث الهلالي، هجن الشحانية قادمة أيضا مع المحيط بقيادة محمد بن خالد العطية يقود في التضمير. الموقف خطير. الأمتار الأخيرة لمن ناموس هذا الشوط. الله 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 الله، هجن العاصفة تأتي مع المشير قاد هذا الشوط منذ البداية حتى هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي المركز الثاني، مصوب على المركز الثاني، كساب على المركز الثالث. الأمتار الأخيرة، الناموس حائر لاختيار أحد من هذه الأسماء، ولكن شعار البطولات يأتي في الأمتار الأخيرة. هذا هو الشعار الحمر، هجن الرئاسة مع كساب، وأيضا المشير، كساب المشير. اللحظات الأخيرة، ميهاب يأتي بالمساندة في الأمتار الأخيرة لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، ولكن المشير كساب عاد، المشير صامد، كساب، العاصفة، عيسى بن سعيد الخيالي وغياث الهلالي مقدما أيضا، المشير على الصدارة لهجن العاصفة، الله تأتي في الإبداع في الأمتار الأخيرة، اللحظات الخطيرة، الله 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 الله، عاد كساب عاد، والمشير ينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة وإلى المضم الغياث الهلالي المركز الثاني، كساب أتى في المركز الثاني من هجن الرئاسة، المركز الثالث أيضا كان ميهاب من هجن العاصفة، والمركز الرابع وصل أيضا مصوب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس كان أيضا الوصول من الصارم لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن قاسم الثاني. ما شاء الله، منافسة كما شاهدتم وراقبتم قوية للقايع حتى الأمتار الأخيرة ما بين هجن العاصفة وهجن الرئاسة، والمشير قاد الشوط منذ البداية وحتى النهاية بقيادة وتغمير غياث الهلالي الذي قدم المشير في هذا الانطلاق ليبدع بالإبداع القوي والمميز بتوقيت زمني مقدار مشاهدين الأعزاء. تسع دقائق تسع ثواني ثمانية أجزاء من الثانية، حيث أيضا انتزع ناموس هذا الشوط بالانطلاق المميز. المركز الثاني كساب من هجن العاصفة أتى في المركز الثاني وبقيادة عيسى بن سعيد الخيالي، سجل توقيت زمني مقداره 9 دقائق 10 ثواني 4 أجزاء من الثانية. ميهاب في المركز الثالث هجن العاصفة بنفس التوقيت الزمني مع غياث الهلالي، 9 دقائق 10 ثواني 4 أجزاء من الثانية.